ما بقى من 14 أذار هي فكرة أعتقد بأنها لا تزال قائمة. تعلمنا من 14 أذار درس الوحدة الداخلية، واختبرنا بأن هذا الدرس وهذه الوحدة الداخلية قادرة على تحقيق إنجازات وطنية كبرى مثل خروج الجيش السوري. وأنا أعتقد بأن هذه الفكرة لا تزال على موعد مع مستقبل لبنان. اليوم إذا أردنا رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، علينا أن نعيد نفس الطريق، أن نعيد التواصل مع بعضنا البعض كلبنانيين من أجل خلق مساحة وطنية مشتركة تستفيد من أي حدث إقليمي أو داخلي قد يحصل بأي لحظة. تحميل مسؤولية القوات والمستقبل والاشتراكي، فرض عقد 14 أذار هو تزوير للتاريخ. كل على طريقته ساهم في إنجاح 14 أذار، وكل على طريقته ساهم يدري أو لا يدري بفرض عقد 14 أذار. الذي تغير مع 14 أذار وهو تغيير كبير أنها صالحت المسيحيين مع عروبتهم وصالحت المسلمين مع لبنانيتهم. اليوم المشروع الدائم والهدف لدينا جميعا هو إعادة تكوين هذه الوحدة الداخلية في وجه الاحتلال الإيراني.